نايم مرت عمي نايم. ولك روحي بسرعة فيقي. وليش لحتى فيقه؟ شوفي لك اسمعوا على هالسمعة، ليش لحتى فيقه؟ ولك خليه ينزل يوقف مع الرجال، شو قاعد عم بيساوي بالبيت؟ يا مرت عمي إذا هو راح رح نضل حريم لحالنا، مركي نط الحرامي علينا. لك يا صافر، صافر شوفي شوفي سلامة قلبك. شلون شوفي؟ مو سمعان شو عم بيصير بالحارة؟ نايم يا يامو نايم، شو بده يعرفني شو صاير بالحارة؟ لك الحرامي ما غيره عم بيدوروا عليه بالحارة، وانت لازم تكون واقف مع الرجال. ايه معك حق، يلا نازل نازل. لك لوين نازل يا ابن عمي؟ شو لوين نازل؟ نازل واقف مع رجال الحارة، روحي. يو لك تقبرني، بركي انت نزلت من هون ونط الحرامي وكشف علينا. باطل؟ لك تقبر قلبي، خليك بالبيت، مو صفيان غيرك رجال. بعدين كنت الحارة كأنه انقلع الحرامي. ايه والله معك حق، خلص خلص ماني نازل ماني نازل. ولك روح واقف مع رجال الحارة مشان يعرفوا انك هون. ايه يلا يلا. هك تروح ابن عمي، والله اذا بتروح بموت من الرعبة. ولك بهية بدك تمشي كلمتك؟ معاذ الله يا مرت عمي، انا مشي كلمتي على كلمتك ليش؟ بس نحن يا مرت عمي حريم وصبايا لحالنا، ولي والله والله بقتل حالي اذا كشف علي. يلا ابن عمي خلينا نساعدك لنسكر الشبابيك وباب السطوح. لا افوتوا انتو، خلص انا ناطر للصبح. لك تقبر قلبي شو رجال. خلص يا مو فوتي على غرفتك انت ونعمة بهية، يلا فوتي لجوا انا بسكر الشبابيك وباب السطوح. يلا ولك شفتي بقى صوفة الرقبة مشيت كلمتها. لك يا مو والله بهية ما حق، لو راح اخي زافر من بده يضل عنا بالبيت؟ والله شو ما كل رجال نزلوا على الحارة ونسوانه ضلت قاعدة بالبيت. ماشي الحال، فوتي نامي هلا وانا بكره انا بفرجية. إلهي ما يحرمني من هالضلة يا ابن عمي. يا مو انسرقت اسوارة مرته لبشير. من حقه يا مو؟ ايه والله يا مو غدر فيه، نزلوا يدوروا عليه بالحارة قام نزل على بيته لبشير. كلامك مزبوط بهية، لو طلعت من البيت كان غدر فينا ونزل على البيت. شو رأيك مرت عمي؟ بشو يا بعدي؟ بانه ظافر لو سمع كلمتك امبارحة وطلع من البيت كان نط علينا الحرامي وما حدا سمع علينا. حصل خير ست بهية، شو متعمك تضرب بالمندل؟ ما عم بحكي شي نعمة تقبريني، بس عم باخذ واعطي مع مرت عمي الله يخلي لنا اياها. بلا هالاخذ والعطا، تركينا عنا شغل. خلصنا بهية خلصنا بقى من هالقصة، اليوم وصيت لك عصفيحة من عند بشير. لك الهي الهي ما انحرم من جيبتك يا ابن عمي. بدك شي يا مو؟ لا يا مو، بس انزل على البايكة الله يرضى عليك وخلي عينك عليها ولا تجي على الغداء. امري خاطركم. ابن عمي ابن عمي تقبرني، تعال على الغداء اليوم. لك انت سيد المعلمين كله، معقوله ما تجي على الغداء اليوم وتتركني اكل لحالي؟ تقبرني بتجي بترتاح لك شوي وبتغير اواعيك، مثلك مثل عمي ابو ظافر. لك يا ابوش يا ابوش يا والله لا اجي وراسي بيسبق رجلي. لك تشكل قاسي تشكل قاسي وتطلع على قبري كمان. سلام. مرحبا فلافل. شو بقول فلافل؟ شو بقول؟ ليه زعلان؟ ليش ما اجيت على الغدا اليوم ابن عمي؟ لك يا بهية يعني شلشت لفوق راسي، اجونا العواس من تدمر ومن الضيق، شغل رزق ما فيني اتركه واجي مشان الغدا لك بهية. بس انا زعلت كثير منك ابن عمي. ليه بقى؟ لك ابن عمي تقبر قلبي ان شاء الله، انا اليوم ما اكلت مشانك، ومرت عمي كثير فرحت لما انت ما اجيت على الغدا. امي بدها تفرح لاني ما اجيت على الغدا؟ شبك لك بهية؟
ايه ابن عمي، مو انت بتحبني وما بترفض لي طلب، فهي شو بتعمل؟ بتلاقيها فرصة مشان تصير تناكتني وتضايقني لما انت بتسمع كلمتها. فهمت علي ابن عمي؟ ان شاء الله بتشكل قاسي الهي. خلصينا بقى بهية، انا بحل لك اياها مع امي. لك تقبر قلبي ان شاء الله. شو عملتي لنا عشاء؟ رح اعمل لك احلى عشاء وغني لك وارقص لك كمان. لك يقبرني الفلافل انا، يقبرني. شايفة؟ من اول ما فات على الاوضة ما طلع. لك مدري شو عم تحشي براسه حكي وقصص. شايفة يا مو شايفة. لوين رايحة؟ لوين بدي روح يعني يا مرت عمي؟ على المطبخ بدي حضر العشاء لابن عمي ريضة يطلع على قبري ان شاء الله. يا رب يا رب دخيلك لا تحرمني من طلطة البهية. شو بهية خانو؟ بدك تضلي هيك تجاكري امي؟ ما انا ما عم جاكل حدا، انا بيهمني جوزي وبس. بكافك بعديلي شو؟ خير ان شاء الله. يقبرني فلافل انا، يقبرني. يا مو شو باخي ظافر؟ شو هالصوت اللي فوق؟ شو بيعرفني؟ طقشرش الحياة. ولك يا ظافر، يا ظافر. خير يا مو؟ شوفي شوفي. ولك شو صوت هالدربكة اللي عندك طالع من فوق؟ لا يا مو شو دربكة، ما دربكة، هي فردة الخزانة. فلتي عم دقدقها كنت. فردة الخزانة؟ ايه الله يعطيك العافية. الله يعافيكي، يلا تصبحي على خير يا أمو. وانت من أهله. حطي لي اكل حاكم فارغ من الجوع. خس الجوع. الله يسعد لي هالمساء ام ظافر. الرضا يا عمو. يا عمو الله يرضى عليك. كيف الشغل؟ منيح يا عمو، منيح الحمد لله. ايه الحمد لله. يا عمو لا تنسى لازم تنزل على الحاره. يا عمو شوفت عينك امتى عم برجع من البايكه؟ قد ما كان لك ابني اشتغل لك شوي بالبايكه واخطف اجرك على الحاره شوف شو عم بيصير فيها. خليك مع الرجال، هذا معتز مو نفعان. فهمت؟ بعرف يا مو بعرف، هذا معتز مثل قلته. ما دامك بتعرف انه مثل قلته، فتح مخك لحتى تقعد محله. شبك صفنت؟ ايه، انت لازم تصير العقيد، فهمت؟ اه، ايه يا مو فهمت فهمت. ايه يلا لك، كلك لقمتين وارتح لك حصة ونزل على القهوة، خليهم يشوفوك. خلص يا عمو مثل ما بدك. ايه ابن عمي، وشو كانت عم تحكي لك مرت عمي؟ ما كانت عم تقلي شي، بس دياني انزل على الحارة مشان يشوفوني الرجال وضل بيناتهم. يو اسمعوا على الحكي، اسمعوا، ما انت رجال تقبرني رجال على زن ورمح ريتك تطلع على ابري. تعلم تعلم من عمي ابو ظافر، ما بيروح غير على البايكه والمضافه وبس، على القهوه ما بيفوت بنو. اه ايه والله معك حق، ابي ما بيروح على القهوه صح. ايه ابن عمي، وعلى الحمام كمان ما بيروح. يو بعدين انت بدك تقعد مع المقاطيع اللي مثل عبده وغيره. لك انت لازم تقعد مع الكباريه وبس. لك يا بهية والله شلشتوني، امي بتقلي روح وانت بتقولي لي لا تروح، والله ما عاد عرفت شو بدي اعمل، لا حول ولا قوه الا بالله على هالقصه. اعملي اللي بدك يا ابن عمي. خلص انا راح انزل على الحاره، بعدين مو كل شيء بتقوله امي انا ما لازم ساوي لك بهية، هي امي بتضل، ما بيجوز من الله، وليكني صافف معك. اذا انت ما صفيت معي ابن عمي مين بده يصف معي انا؟ اه خلص خلص انا راح انزل على الحاره مشان ما تزعل امي. مثل ما بدك ابن عمي. ابن عمي فيني بكره اروح زور اهلي؟ ايه فيني، بدي اعطيك شويه مصاري كمان، سلمي لي على مرت عمي كثير.
ابن عمي في شغلة صغيرة حابة ساويها وبدي اياك تصف معي فيها. شو هي؟ شوفي بهية من أولها هلا مو بس يجي جوزك تحطيه وتعدي، بايكتنا مسروقة والحارة قايمة وقاعدة. والله يا مرت عمي أنا ما دخلني، هو ابن عمي يقبر قلبي هيك بده، شو أعمل يعني؟ ولك عم بتردي جواب بوشي؟ بسم الله ما شاء الله حولك وحواليك يا مرت عمي، استغفر الله العظيم، معقولة أنا رد جواب بوشي؟ هلا أنا عم بقول لك لحتى لا تعيدي ولا تردي ولا تزيدي. يعني شو بتحبيني أعمل هلا مرت عمي؟ شو تعملي؟ قومي اعملي لي أرجيلة من تمساكت. أمرك مرت عمي، حاضر. قولي على قامتك شو نعيانة. وينك بهية؟ ساعد حتى تجيبي الأرجيلة؟ اجيت مرت عمي.